استكمالا للمحاضرة اللي أخذنا بها طبيعة الجريان في الأنابيب، وشفنا اللي تحكمها هي معادلة برنولي اللي حسبناها على أساس الطاقات اللي تتولد أو الموجودة أثناء عملية الجريان. الآن عندنا بما أن عملية الجريان تتم داخل الأنابيب، فسطح الأنبوب هنا راح يكون مؤثر، وبالتالي شير ستريس راح يكون يتأثر بنوع الأنبوب من الداخل. التأثير هذا بسبب الفراكشن لسز أو خسائر الاحتكاك. ولو أخذنا الآن أنبوب فسطح أنبوب وكبرناه، راح نشوف أنه هذا سطح الأنبوب هو ليس أملس تماما، بل وجود بعض النتوءات اللي نسميها الخشونة أو ما نسميها الرفنس. الآن خلينا نكتب معادلة برنولي اللي أخذناها بطريقة أن النقطتين الأولى والثانية هي مثل ما أخذناها بالجزء السابق من المحاضرة. إحنا نعرف أنه الضغط ما يكون هيدروستاتيك بريشر أو بسبب الهيد هو رو جي اتش، فبالتالي اتش هي بي على رو جي. أيضا إذا ردنا نحول معادلة برنولي بدلالة الهيد أو البريشر هيد، فمجرد ما نقسم على جي، هذه المعادلة راح نقسمها على جي بي 1 على رو جي زد على جي، وبالتالي راح نشوف هذا هو الهيد اللي عندنا هنا. إذا الآن هذا عندنا هو نسميه البريشر هيد، هذا هو البوتنشال هيد، وهذا هو الفيلوسيتي هيد. طبعا هذه تساوي لنا كونستانت، وهذا الكونستانت هو اتش اللي هو التوتال هيد. نفس العملية بما انه هذا الجزء يساوي لنا هذا الجزء، اذا اتش ممكن يساوي لنا الجزء من معادلة برنولي بالنقطة الثانية. هسه حولنا ببساطة معادلة برنولي من معادلة الطاقة الى معادلة هيد، والان لو نجي نشوف الوحدات لهذه الحدود، الحد الضغط potential velocity او kinetic، راح نلاحظ انه الوحدات مالتهم هي متر. الان نرجع الى موضوع الفريكشن واللي اخذنا توقيع هذه المعادلة، طبعا هذه وحداتها متر. عندنا بالبريشر لوس راح يكون اثناء عملية الجريان، وراح ناخذ ما نسميه بالدلتا بي او البريشر لوس باللامينر او التربلنت فلو. اللامينر والتربلنت فلو احنا سبق اخذناهم في المحاضرات الاولى، ان اللامينر عندما يكون رقم رينولد هو اصغر من 2000، والتربلنت هو عندما يكون رقم رينولد 4000. هسه البريشر لوس في اللامينر فلو ممكن نكتبه بدلاله البريشر بمعادله التاليه، 32 بي الفيسكوسيتي ال يو على دي سكوير. لاحظ هنا L ظهرت بالمعادلة و D، لأنه كل ما يكون طول الأنبوب طويل كل ما تكون خسارة الاحتكاك راح تكون عندنا أكبر، وأيضا كل ما يكون القطر هنا راح يكون صغير راح تكون خسارة الاحتكاك أكبر. فبالتالي العملية هي طردية مع طول الأنبوب وعكسية مع قطر الأنبوب، بالإضافة إلى أنه إذا كان الجريان سريع أو بطيء أيضا راح يتأثر. إحنا بدل ما نكتب بدلالة البريشر لوز، اكو طريقة افضل لحساب الخسائر وخصوصا خسائر الفريكشن، هي نكتبها على شكل ما يسمى بالهيد لوز دوت فريكشن. الهيد لوز دوت فريكشن راح نرمز له بالرمز HF. راح نشوف هنا باللامينر فلو بدلالة الهيد حولنا البريشر الى هيد. اللي سويناه شنو هو؟ نفس العملية السابقة، قسمنا على رو جي، فبالتالي على روجي لاحظ هذا الدلتا بي على روجي تحولت الى هيد، والمعادله هذه هي الهيد لسز دوت فريكشن اللامينر فلو. بالتربلنت فلو الاشتقاق اللي موجود عندكم في المحاضرات اللي شرحناها بالبي دي اف واللي وزعت بالبي دي اف، وهذا الاشتقاق ممكن تطلعون عليه. توصلنا بالاخير بعد ان اخذنا الخسائر من خلال الشير ستريس، توصلنا الى انه معادلة دارسي ويسباتش اللي هي تقول الهيد لسز دو تو فراكشن. لاحظ هذه الهيدز هنا بريشر
potential kinetic. لكن هذه هنا due to friction اللي هي خسارة الطاقة بسبب الاحتكاك. المعادلة هي 4FLU square على 2GD. وبنفس الطريقة أيضا العملية راح تكون طردية مع الطول وعكسية مع القطر. لكن ظهر لنا عندنا مصطلح اللي هو F. F بالحقيقة هو the friction factor. من الأمور اللي راح تسهل لنا حساباتنا في خسارة الاحتكاك هو كيفية حساب الفريكشن فاكتور. بالحقيقة اكو عدة معادلات لحساب الفريكشن فاكتور، ممكن نحسبه بطريقتين. الطريقة الأولى نحسبه من خلال معادلات تجريبية، وهذه المعادلات أيضا راح تعتمد على نوع الجريان. والطريقة الثانية هي بحساب باستخدام مودي دايجرام. الآن خلينا نشوف المعادلات التجريبية اللي راح نحسب بها الفريكشن فاكتور اللي هو الاتش اف. الفريكشن فاكتور طبعا راح يعتمد عندنا على مثل ما قلنا احنا، يعتمد على طول الانبوب، سرعة الجريان، قطر الانبوب، وايضا الرفنس اوف بايب. ايضا ممكن يعتمد على الدنسيتي. و الاتش اف يعتمد على هذه المتغيرات لكنه لا يعتمد على الظهر. فالاتش اف او الفريكشن فاكتور المعادلات اللي راح نحسبها احنا هسه راح نستخدم عندنا طريقتين. الطريقه الاولى هي بالامبريكال كويشنز، أو بالتشارتس أو تيبل. خلينا ناخذ الامبيريكال اكويشنز. بالامبيريكال اكويشنز مثل ما قلنا انه شفنا النوع الجريان سواء كان لامينر او تيربلنت راح يكون هو المحدد الرئيسي للمعادله اللي راح نستخدمها. اذا احنا قبل خطوه، قبل ان نختار المعادله، يجب ان نحدد نوع الجريان اعتمادا على رينولد نمبر. واكرر، اذا كان رينولد نمبر اقل من 2000 هذا معناه لامينر، رينولد نمبر اكبر من 4000 تربلنت، اللي بيناتهم اللي هي ترانزيانت هذه حقيقه عاده يعني قليل الاستخدام مالتها، احيانا نلحقها باللامينر واحيانا نلحقها بالتربلنت. خلينا نشوف باللامينر فلو. عندنا معادله اللي هي معادله هاجن معادلة رقم 8 في ال PDF، في صفحات ال PDF اللي أعطيناكم إياها. وإذا هذه المعادلتين اللي هي معادلة هاجن بويزلي عن دارسي، ومعادلة دارسي ومعادلة هاجن، إذا ربطناهم مع بعض راح يعطونا المعادلة التالية. المعادلة شو تقول؟ تقول إنه F ساوينا تساوينا 16 ميو على رو يو دي. هذه المعادلة باللامينر فلو. الآن نلاحظ انه احنا عندنا رقم رينولد تساوينا رو يو دي على ميو. فلو اخذنا هذه المجموعة راح نشوف انه هذه هي رقم رينولد، وبالتالي ممكن نكتب اف تساوينا 16 على رينولد نمبر. هذه المعادلة هي واحدة من معادلات حساب الفريكشن فاكتور عندما يكون لدينا اليو معلومة. وقطر الأنبوب معلوم. هذه هي بروبرتيز، فبالتالي حتما هي راح تكون معلومة. عندنا معادلة ثانية اللي هي بلاشيس اكويشن، هذه معادلة رقم 1 خلينا نسميها. عندنا المعادلة الثانية اللي هي بلاشيس اكويجين، وأيضا هي معادلة تجريبية. وهذه المعادلة تقول F تساوينا
0.079 على رينود نمبر تبور 0.25 فمعادلة رقم 2 لازلنا في النامينر فلو. هاي المعادلتين هما المعادلتين اللي راح نستخدمهم احنا في اللامينر فلو. طبعا اكو معادلات اخرى ومعادلات راح نشوف هاي المعادلات شلون تكون معادلات من الصعب حفظها، وبالتالي هذا اللي راح يخلينا نلجا الى الخيار الثاني اللي هو استخدام التشارت. المعادله الثالثه هي معادله كولبروك هي بالحقيقه اسمها كولبروك وايت اكويشن. هذه ايضا معادله تجريبيه تقول واحد على جذر اف يساوي لنا ماينس 4 لوج كي اس على 3.71 دي زائد 1.26 على رينولد نمبر تحت الجذر F. هذه معادلة رقم 3. إذن هاي المعادلات طبعا KS هو يسموه Defectiveness Factor، وهذا يعطى على شكل جداول. هذه المعادلات التجريبية ممكن استخدامها إذا واحد إلى خلط يحفظها، وبالتالي يستطيع أن يستخدم هذه المعادلات بصورة مباشرة. الخيار الثاني اللي احنا قلنا عليه هو خيار مخططات الجريان. طبعا احنا اخذنا فكرة عامة على معادلات اللامينر فلو حتى نشوف شنو الصعوبة مالته. بالحقيقة عندنا واحدة من المعادلات اللي نشتغل عليها، هذه هي معادلة تجريبية. لاحظ انه الفراكشن فاكتور بالطرف الايمن المعادلة والفراكشن فاكتور بالطرف الايسر، فبالتالي عملية حل هذه المعادلة ما تتم الا باستخدام التجربة والخطأ. هذه واحد من الامور اللي احنا خليناها هنا. ايضا هسه احنا ممكن نرجع الى التربنت فلو ومعادلات راح تكون بنفس العملية المعادلات المعقدة. الخيار الاخر اللي اخذناه هو خيار المودي دايجرام. هو خيار المودي دايجرام او الدايجرامز اللي تكون جاهزة. المودي دايجرام هو دايجرام تم اشتقاقه على اساس المعادلات اللي باللامينر والتربلنت فلو، واحنا قلنا اخذنا معادلات اللامينر لانها معادلات بسيطة، بس مع ذلك نشوف عملية حفظها وعملية استخدامها تكون بها نوع من الصعوبة. لذلك جئنا الى خيار المودي دايجرام. والمودي دايجرام هو مخطط تم اشتقاقه على اساس المعادلات التجريبية اللي احنا درسناها، ووحدة من هاي المعادلات التجريبية مثلا F تساوي لنا واحد على ماينس 4 لوك تونا مرينا عليه كيس على 3.7 دي زائد 5.1286 على رينود نمبر 2.89 هذه كلها تربية. F هو فريكشن فاكتور وهذه المعادلة اللي أخذناها. KS مثل ما قلنا هو معامل الخشونة بالنسبة للسطح. من هذه المعادلة لكل معادلة أخذوها اعتمادا على رقم رينود نمبر، كل معادلة على رقم رينود نمبر، و KS
أخذوا خط رسموه بمودي دايجرام. الجزء الثاني اللي راح يجي إن شاء الله هو شرح كيفية استخدام مودي دايجرام بالتفصيل.